إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سبحانه وتعالى يقلب الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة في الله، في عجالة بسيطة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. نبدأ اليوم عاما ميلاديا جديدا، وودعنا قبله عاما هجريا، ومضى عام انصرم من حياتنا وانقضى وأفلت نعماؤه وضراته. مضى عام به من الجراح ما لا يعلم بها إلا الله، مضى عام بآلامه وبجروحه وبحلوه وبمره وبخيره وبشره. وفي انصرام الأيام وانقضائها عبرة لمن اعتبر. والسعيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وعظ بغيره. عند انقضاء الأعوام والأيام رسائل أيها الأحبة، منها أننا نقترب من آجالنا. نحن نعيش في الحياة الدنيا ولا نعلم شيئا عن حياة البرزخ، ولا نعلم شيئا عن الدار الآخرة، فنحن في رحلة إلى الله عز وجل، ونحط الرحالة إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا هو حال المسلم. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم قام وتركه. Your brothers in Islam, especially our youth who are here, briefly what I said, that today is the beginning of a new year. And before we say goodbye to a Hijri year, so the days pass very quick and very fast. And we learn lessons from this. From these lessons that when the days pass and years and months, we are getting closer to the hereafter. We are getting closer to two other lives that we don't know much about them. The life in Barzakh, the life in the grave, it's a long life. And the life in the hereafter, which is the everlasting abode. So dear brothers, we need to make sure that we are ready for the question that we will be asked in the grave and in front of Allah subhanahu wa ta'ala. We know the questions, but why people fail in that? سيسأل الإنسان كما نعلم وكما حفظنا من الصغر في قبره، سيسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. نعلم الإجابة المسبقة. لماذا يفشل الناس في الإجابة عن هذا؟ يعلم الناس أنه لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: يسأل عن علمه وعن دينه وعن ماله وعن جسده. هل أعددنا للسؤال جوابا؟ The second message, dear brothers and sisters in Islam, that when the days pass that fast, we should realize the fact and the reality of this life. This life is nothing but some days. When they pass, some of you will pass. Some of you will be wasted till you meet Allah Azza wa Jal. Why should we hate one another? Why should we kill one another? We should have peace and we should work for the hereafter, because this life is short and we will never stay here forever. ورسالة الثانية: مع انقضاء الأيام والشهور نعلم حقيقة الدنيا كما أخبرنا
ربنا سبحانه وتعالى بها في القرآن الكريم. إنما مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. This life, هذه الحياة حياة قصيرة. ماذا أعددنا للحياة الباقية، للدار الحيوان، للدار التي لن تفنى بإذن الله سبحانه وتعالى؟ لماذا القطيعة بين الأحبة وبين الإخوان وبين الأخوات وهذه الحياة لا تستحق؟ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر حديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتان خفيفتان ممن تحقرون يزيدان في عمله خير أو أحب إليه، ويزيدان في عمله وأحب إليه من بقية أعمالهم. يتمنى هذا الميت أن يرجع إلى الدنيا ليصلي ركعتين، ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى على قيد الحياة. هاتان رسالتان لابد أن ندركهما، هو أن هذه الحياة قصيرة وأننا نقترب من آجالنا. توبوا إلى الله يتوب عليكم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وخلانه. والرسالة التي أختم بها من أجل الوقت أيها الأحبة في الله، مع مرور الأيام وانقضائها لا بد أن نستشعر تلك النعم التي الله سبحانه التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها علينا ليلا ونهارا، نعم لا تعد ولا تحصى. الله سبحانه وتعالى في عام كامل منحنا الله سبحانه وتعالى 500,000 دقيقة. الدقيقة تقربك إلى الله عز وجل بأعمال صالحة لا تعد ولا تحصى. الإنسان في هذه العام وفي هذا العام الذي مضى ينبض قلبه 40,000,000 مرة. في هذه السنة وفي هذا العام يتنفس الإنسان 11,000,000 زفرة ونفسا يخرج من بين جنبيه. سبحان الله، 113,000 تغسل كليته غسلا طبيعيا لا يحتاج فيه إلى أن يذهب إلى الأطباء والعيادات. نعم لا تعد ولا تحصى. فالمرض الصامت أن يظن الإنسان أن هذه النعم هي أمر مكتسب، لابد أن نشكر الله عز وجل. وباء كورونا حصد الكثير من الأرواح. ليس الفائز في هذه المحنة وفي هذا الوباء هو من نجا من كورونا، الفائز الحقيقي هو من أفاق من غفلته، هو من عاد إلى الله سبحانه وتعالى، هو من زاد في طاعته. هذه هي الرسالة، وهناك رسائل أخرى أود أن أشارككم إياها، لكن لضيق الوقت نكتفي بهذا. ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وكل امرئ بما وكل نفس بما كسبت رهينة، وكل امرئ أدرى بحاله. اللهم يا الله يا منان يا ذا الجلال والإكرام، صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل منا أجمعين. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم أصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام. اللهم اكشف الضر عنا والوباء وسيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا. اللهم أصلح حالنا يا رب العالمين. نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، إقام الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
ang sila. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نرجو أن لا كنا أطلنا عليكم اليوم. الله يبارك فيك. أخي محمود تمشي مش عايز سلام عليك. أنا سلم ما شفتكش. حد معاه صحيفة منديل؟ طيب. حتة منديل بس.